اولا كنشكر قناه الحلقه على هذا يعني المتابعه الاعلاميه القيمه ديالها للمهرجان السادس للاشخاص ذوي القدرات الخاصه. للاشاره فهذا المهرجان في نسخته السادسه تحت شعار المكفوفين وضعاف البصر تألق بمعنى اخر. صراحه الجمعيه كانت كتنظم المهرجان منذ سنة 2014 وكانت شعارات يعني رنانة، شعارات عامة كما علي سبيل مفهوم الإعاقة، مع لإبراز قدراتنا، إرادة قرار المستحيل، بحالنا بحالكم. ولكن منذ السنة المنصرمة دخلنا على عاتقنا التخصص في المهرجان، حيث السنة المنصرمة كان المهرجان خاص بقصار القامة تحت شعار قصار القامة قوة وشهامة، وهذه السنة هذه الشعار هو المكفوفين وضعاف البصر تألق بمعنى آخر. فأكيد أن تألق المكفوفين هو تألق يعني منقطع النظير، ويعني ربما لن نوفيهم حقهم بعد بهذا المهرجان، ولكن تحياتي لهم من هذا المنبر. وهذا المهرجان مهرجانهم وتذكير ببرنامج المهرجان. اليوم ابتدأ بندوة من تقديم الدكتور حسن الصويني حول تألق المكفوفين عبر مرور الزمن، ويوم وبعد ذلك سنقوم بمشي على الطريق بمدار الساحة الإدارية إن شاء الله متخبئين من الشتاء إن شاء الله أمام البلدية بحمرية. ويوم غد سيكون يوم بارارياضي بالقاع المغطاة سيدي بابا، ويوم الأحد 7 أبريل سيكون الختام بساحة لاغوران. نتمنى إن شاء الله أن تكون الأجواء مناسبة لإقامة حفل ختامي رائع إن شاء الله، وشكرا لكم.